مرحبا بكم مستمعي إذاعة لوتيجي راديو ومشاهدي قناة لوتيجي تي في. فقرة نجوميك، فقرة اللي كرفقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين في إطلالة أسبوعية في آخر أخبار نجوم الساحة الفنية الوطنية والدولية. وبداية مستمعين مع الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي، والذي تم اعتقاله عشية أمس الأربعاء على إثر شكاية التي تقدم بها عدد من الممثلين المغاربة المشاركين في سلسلة تركة القنبة الكوميدية التي أشرف على إنتاجها. ومثل المشكون يوم أمس الأربعاء أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين سبع، والذي سمع إلى إفادته التي تخص تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسب والشتم والتهديد. نجدير بالذكر أن وكيل الملك قد طبق ونعطى جوادي مهلة من أجل دفع مستحقاتهم، إلا أن الأخير ظل متشبثا بموقفه ورفض تطبيق ذلك، الأمر الذي تسبب في اعتقاله ونقله إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء. وننتقل مستمعينا إلى المغني المغربي زهير باوي، والذي فاجأ جمهوره بتعاون جديد غير متوقع، حيث جمع لأول مرة مع الفنان المصري أحمد سعد والفنان الجزائري أنس بن تركيا. وقدمت الثلاثي عملا مشتركا عبارة عن تحدي خاص ببرنامج كوك ستوديو في نسخته الحالية، الذي يجمع مختلف الفنانين من دول عربية مختلفة بهدف توحيد الشعوب العربية عن طريق الموسيقى، إضافة إلى الانفتاح على ثقافات جديدة. وعبر صفحته الرسمية بمنصة انستغرام تقاسم باوي مقتطفات من الكليب مع جمهوره، الذي ظهر فيه الثلاثي يقدمون مختلف أعمالهم التي نجحوا في دمجها وتقديمها بشكل جماعي. يشار أن الفنانين أحمد سعد وزهير باوي يحققان انتعاشة فنية خلال هذه الفترة، حيث أصدر أعمالا جديدة تحقق نسب مشاهدة عالية. ونختم مستمعينا فقرة نجوميك بالفنان والموزع الموسيقي نعمة الحلو، والذي حل يوم أمس ضيفا بمركز الإصلاح والتهذيب عين سبع بالدار البيضاء من خلال إحيائه لحفل فني لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية. ويأتي هذا الحفل في إطار جولة فنية يقوم بها الموسيقار نعمان مع فرقته الموسيقية عبر عدد من المؤسسات السجنية بالمملكة، بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة نجوميك. نضرب لكم موعد لأبسم بخجاناتي كاملة على تيليتاتكم الرقمية لوديجي غاديو، وكذلك على قناتكم لوديجي تيفي.